هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى هي فصليته هي مويته سويته الحمد لله بك سبحانه الحمد لله كم نكون إن شاء الله في بنيام وإن شاء الله قاسم في بنيام وإن شاء الله علي لما شايخ من مولون ورجي نحن إن شاء الله حسين بيس بكور بسم الحمد لله الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى جل جلاله ومن أوالي نحن في ديان يهابا كرعين مشواته ولكن يهابا صوتك من فكرة مونيا فكرة رسول صلى الله عليه وسلم نملك فكرات رسول الله صلى الله عليه وسلم والله العظيم أليكوا هلالي جسمكوا كدوغو أنا ليا سانا أنا للا كدوغو نيزميويلي هانا جاكولا كواكي هالي خيط جسمكوا تيني نمالي نفكرات يوتي ديني هي ويديوت ووتي دنياني وسبب مقلقوا هانا ديني بس يعني هنج بها لفقوت اسمكوا ويديهنم ولد الله أنا فتذيك دنياني ناخرة بس يكون فكرة رسول صلى الله عليه وسلم في بكم موته وتوكي كل ظلمات ويجيب كل نور وتوكي كل مشاكل ويجيب كل رحمة ويقول لهم الله سبحانه وتعالى فكرة لو أنا ويجيب محمد صلى الله عليه وسلم وإنه ينسيس فكرة هي نا فكرة هي مع علماء سيب ومين ونسيما فكرة هي هي ويسكوية اسمكم فاني كما لفني مصحابة رضي الله عنه مين ولي ولا فاني مصحابة رضي الله عنه ولتوكي إنشي بعد إنشي بعد إنشي متاع بعد متاع ونزوزنا وإسلام ونزوزنا غير وإسلام نقول الله سبحانه وتعالى أتوب إخلاص كن يعمل زيته نزيسي يزيك توقر زيته اسمك الله سبحانه وتعالى وراضي نسيسي آمين يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبعلهم الله سبحانه وتعالى أن يهدي الناس جميعا آمين آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حليم يا رحيم يا رؤوف يا ستار يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله أنت ترانا وتسمى كلامنا وتعلم في قلوبنا ما نريد شيء إلا رضاك يا رب العالمين ما نريد شيء إلا يا الله أن نهدي الناس جميعا في مشارق الأرض ومغاربها يا الله رزقنا فكر الرسول صلى الله عليه وسلم رزقنا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم رزقنا شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس يقتلون ليل ونهار وين يذهبون لما عندهم دين يذهبون إلى النار يا الله اهدي الناس جميعا يا الله اهدي الناس جميعا يا الله اهدي الناس جميعا يا الله اهدي على أعمالنا خالصة لوجهك كريم ولا تخرج أرواحنا من أجسامنا إلا وأنت راض عنا آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالله التوفيق.